تعرض مصر لظاهرة جوية خطيرة جدا وهي المرتفع السيبيري، وهنعرف ايه هو ده وتفاصيله وكل حاجة. بس قبل ما نبدأ تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان توصلوا كل الأخبار الجديدة. الأرصاد توضح مفاجآت جديدة عما ستتعرض له مصر، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض الطقس في مصر للمرتفع السيبيري، وإن الطقس هيكون في انخفاض في درجات الحرارة نتيجة التأثر بالمنخفض الجوي في الطبقات العليا من الجو. وإيه هو المرتفع السيبيري؟ أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات ليها إن المرتفع السيبيري يعد من المرتفعات الجوية المؤثرة بشدة على حالة الطقس. والمرتفع السيبيري يأتي من مناطق تصل فيها درجات الحرارة لـ40 و50 سالب، يعني سالب 40 وسالب 50، مناطق شديدة البرودة، ليأتي من صربيا، لذلك أطلق عليه المرتفع السيبيري. وأكدت هيئة الأرصاد الجوية إن المرتفع السيبيري يؤثر على درجات الحرارة في فصل الشتاء، ليكون شتاء شديد البرودة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة. بالنسبة للموعد المرتفع السيبيري في مصر، قالت هيئة الأرصاد الجوية إن المرتفع السيبيري ينشط غالبا في كل عام في شهر 12، ويبدأ يؤثر بشكل قوي على باقي فصل الشتاء. هذا ما يؤثر على انخفاض في درجات الحرارة، تصل في درجات الحرارة خلال فترات النهار إلى 15 درجة، في حالة صقيع شديدة تصل درجات الحرارة لـ2 و3 درجة مئوية. وأكدت كمان هيئة الأرصاد الجوية إن المرتفع السيبيري يؤثر على أغلب محافظات الجمهورية، وتأتي الكتل الهوائية المارة على انخفاض درجات الحرارة في مصر من دول شرق آسيا تمر على البحر المتوسط لتؤثر على محافظات الجمهورية، وانخفاض درجات الحرارة خاصة في المحافظات الشمالية ومن ثم الساحلية والقاهرة الكبرى، وسيظهر تأثير المرتفع السيبيري في شهر يناير فبراير ومارس. وسجل الطقس درجات حرارة منخفضة جدا خلال فترات الليل لتصل ل11 و12 درجة مئوية، وانخفاض شديد في سناء ومرتفعات سانت كاترين لتصل فيها لـ2 و3 درجة مئوية، وفي يناير قد تصل لتحت الصفر. وعلى صعيد آخر، أكدت هيئة الأرصاد الجوية إن المرتفع السيبيري سيؤثر على درجات الحرارة العظمى والصغرى على أغلب المحافظات خلال فصل الشتاء، وهتصل في درجة الحرارة الـ20 درجة مئوية على القاهرة خلال فترة النهار، والليل هتصل لـ13 و11 درجة مئوية. أما عن تأثير المرتفع السيبيري على المحافظات الساحلية وشمال الصعيد، هتصل درجات الحرارة فيهم لـ5 درجات خلال فترات الليل. ده كده اتكلمنا عن المرتفع السيبيري، واتكلمنا كمان عن سبب التسمية، واتكلمنا عن تأثيره على حالة الطقس في مصر. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان توصل لكم كل جديد من القناة، ومع السلامة.